للسنة الثانية على التوالي نظمت دائرة السياحة بمصلحة رجال الأعمال بحزب القوات اللبنانية مسيرة درب الحرية تحت شعار كي لا ننسى تاريخنا. انطلقت المسيرة من بلدة حريصة بتنورين مرورا بمنطقة تم الديب وصولا إلى حصرون يلي كانت المنفذ الوحيد للمقاتلين خلال الوصاية السورية. شارك فيها نائب جوزيف إسحاق ممثلا رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، مختار فادي الشدياق ممثلا نائبين ستريدا جعجع وإلي كيروز، رئيس المصلحة عزيز إصطفان، رئيسة الدائرة فيروز رحمة، وعدد من المقاتلين القدامى ورجال أعمال وحزبيين. تلا المسيرة قداس بكنيسة القديسة حنة بحصرون، اختتم بتكريم للمقاتلين القدامى ومن بعد عشاء بالأرز. من سنين طويلة هالشباب مشوا هالدرب ومشوها بقساوي وبالسقعة وبالتلج. نحن اليوم عم نمشي هالمرة، هي مرة وحيدة عم نمشيها، بس لنرجع نتذكر هالشباب قديه ضحوا وقديه في منهم استشهد بس كرمال نحن نكون موجودين بهالأرض بحرية وكرامة. ايه نحن خيي موجودين لأنه القوات اللبنانية موجودة بقيادة الحكيم إذا الله راد، ونحن عنا يعني درب الحرية اللي كنا نقطعها بأيام الحرب، بعدنا نحن عنا بعد اللياقة البدنية والقتالية نفس الشيء مثل وقت كنا بالأحداث وقت كانت، وحتى بعدنا بالقوات ولم نزل حتى الموت. أوكي. نحن بشهر أيلول شهر الشهداء ما فينا ما نتذكرهم ونرجع نلمس الأرض يلي دسوها بأقدامهم، مشان هيك رجعين نمشي الطريق اللي كانوا يمشوها من جبال تنورين لبشري خلال الحقبة الصعبة على أيام الاحتلال العدو السوري. فهيدا الطريق مشوا عليها بظروف صعبة كتير كتير، كانت بالنسبة لهم طريق جلجلة. نحن اليوم عم نمشيها درب حرية لأنه لولاهم ما كنا عم نعيش نحن اليوم بهيدا الحرية. مشان هيك كل سنة موعدنا بشهر أيلول من جبال تنورين لجبال بشري على خطاهم سائرون كي لا ننسى، وما رح ننسيهم أبداً أبداً أبداً.